مصر البيت الكبير ده اسم برنامجنا. مصر عند مهندس اسماعيل السعداوي، ايه هي مصر؟ وخصوصا وانك جاي من نشأتك فيها، والدك يعني كان مهتم بعلم المصريات، ودايما الناس اللي بيبقى عندهم اهتمام بالموضوع ده بيشوفوا الدنيا بشكل مختلف، يعني بيشوفوها بمنظور مختلف. مصر ام الدنيا. ايوه. واساس العلوم كلها اللي في العالم جايه من عندنا، من الحضاره المصريه القديمه. والسنه دي هيبقى في ان شاء الله يعني تغيرات ايجابيه جذريه في مصر. ممكن في حاجات الناس هتبقى شايفاها في الاول سلبيه، لكن بعد كده هكتشف ان كل اللي حصل دوت كان لصالح مصر وصالح المصريين. بس يعني يعني اصل في حاجات كده ممكن تنكشف وتبان، احنا بقالنا 3 سنين بنشوف حاجات وبعدين نكتشف انها حاجات تانية. بس السنه دي الناس الرؤيه هتزيد، وفي فضائح كتير هتظهر، وفي خونه كتير هيبانوا، وان شاء الله على اخر السنه كده هيبقى مصر اقوى في كل شيء يا رب. وهي يعني نقدر نقول كده ان هي مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. احنا عايزين نشكرك جدا يا اسماعيل، وانا هقول لك اسماعيل على طول عشان انا عندي اسماعيل. يعني سعيده جدا ان انت كنت معانا النهارده، وما لحقناش نشبع منك. اكيد ان شاء الله هيبقى لنا لقاءات تانية معاك ان شاء الله. نتكلم بتبحر، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه. وبما انك برج الميزان يبقى سنه سعيده ان شاء الله يا رب عليك وعلينا جميعا.